هاي بسعر الحاج ستار الله يرحمه. نفس الباب القديمة كان وقت حجي ستار، نفس الباب باقية، هاي نفس الباب كان من كان حجي ستار أتذكر لي هسه، هي نفس الباب موجودة، هي هاي مكونة من جذوع النخل مثل ما جاي يشوفون أخوان، نفس الباب من جذوع، هاي أحد الأبواب من جذوع. طبعا من هنا نتوجه على نهر الفوق. هسه هم شنو الغايه من تسميه نهر فوق ونهر حدير ونهر القطار؟ ما اعرف يعني، كل شيء لازم له. نهر الفوق يعني هذاك الفوق اعلى من هذا يعني، وين هيك يعني كنيشان، نهر الفوق كنيشان يعني، قلنا وين انت؟ قلنا انا بنهر الفوق يعني بهالمسافه، المكان هذا المخصص. شلون بوقتنا هذا؟ قلنا انت وين؟ قلنا انا يم مطعم فلان يم دلالية حجي متولي ما ادري ايش يعني، كنقطه داله كنهر الفوق ونهر الحدير. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا من اليوم الأربعاء 13/3/2024 المصادف 2 رمضان لسنة 1445 هجرية، من بساتين جصان، تحديدا احنا نسميه نهر الحدر. صار فترة طويلة ما جايين مصورين هنا، مثل ما جاي تشوفون اخوان الأعزاء النخور مثل ما يعني تعبانه كلش، حتى تكريب ما حد مكرب، لان هي النخل بصوره عامه عطش وماكو فايده، بعد ماكو يعني ما بي واردات، النخل ما بي واردات تسوي لك وهس بانه تصعده وتنزل. اكثر النخول مثل ما جاي يشوفوها اخوان حتى بعدها بالسعف اليابس، يعني بالسعف اليابس مع الأسف. من بستان المرحوم الحاج حجي ستار الله يرحمه برحمته الواسعة. طبعا مو كل البساتين، اكو بساتين يعني يعتنون بها، مسوين آبار بها، عندهم نوعيات زينة مال تمور بها، فيديرون بالهم عليها. بستان الحاج ستار الله يرحمه. نفس الباب القديمة كان وقت حجي ستار، نفس الباب باقية، هاي نفس الباب كان من كان حجي ستار أتذكر لي هسه، هي نفس الباب موجودة، هي هاي مكونة من جذوع النخل مثل ما جاي يشوفون أخوان، نفس الباب من جذوع، هاي أحد الأبواب من جذوع. أجواء البساتين حلوة، أول شيء صنطة ما بها لا ماطورات لا بها سيارات، رمضان كريم على الجميع إن شاء الله، شهر خير وبركة وقبول الطاعات حق محمد وآل محمد. طبعا من هنا نتوجه على نهر الفوق. هسه هم شنو الغاية من تسمية نهر فوق ونهر حدير ونهر القطار؟ ما اعرف يعني كل شيء لازم له. نهر الفوق يعني هذاك الفوق اعلى من هذا يعني، وين هيك يعني كنيشان، نهر الفوق كنيشان يعني، قلنا وين انت؟ قلنا انا بنهر الفوق يعني بهالمسافه، المكان هذا المخصص. شلون بوقتنا هذا؟ قلنا انت وين؟ قلنا انا يم مطعم فلان يم دلالية حجي متولي ما ادري ايش يعني، كنقطة دالة كنهر الفوق ونهر الحدير. حاجة نخول حتى مهما تكون هي النخلة هاي قلت عمرها معطاء، تنطي تنطي
رطب وتنطي سعاف وكل شيء تنطي. تالي ما تالي هذا مصيره، مصير بالنهاية هذا المصير، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا النهر شوفوا مثل ما جاي، شوفوا قبل النهر واصل الحافات البساتين تقريبا بحدود 7 أمتار 8 أمتار. هسه وين هو نهر هذا؟ هذا يعني بوري، عبالك بوري مال شلون ذني البواري اللي يسحبون به الماي من المناطق البعيدة هم أصغر، عشان منين راح أعبر؟ ها؟ شلون؟ أنا عبالي هنا والله ابوكم نسوي روحه مغامر. يلا ابوي يلا عيد يا مطعمي نفسك داي نسوي روحه مغامر من غالي حنيطان ما غير شيء من ذاك. يلا سيستر ما ادري بيت انكسر قلت عود منا واطفر شوف حتى كتفين خلع. يلا الله حورت ايدي انزلقت والله، هاي مجاغده ها. بس خل اشوف تعملين اعمل. يلا شو تسوي؟ بس لا سلايه بزتني بيه. وهذا يقول لك امشي شهر ولا تطفر نهر، يقول لك امشي شهر ولا تطفر نهر. هسه انا لو ماشي وياكم غادي حتى هاي شو قد صعبه، كلهم صعبان علي. وقفوا مو نروح منا بعد نطلع لناك قلنا عود خلينا نشوف. انا غرقت بالماي مقطع تعب وماي ها انك ما في طبيعي. لا ابوي اكو